إلى التذكير بأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يتابع مراحل وآليات إكمال المشاريع في أقضية بيجي وبلد والدجيل، ويناقش خطط الاستقرار مع قائد العمليات. أبناء المناطق المحررة يضعون خطوطاً حمراء على عودة سياسي التصعيد والمنصات التي أنجبت إرهاب داعش ومآسيه المزمنة. انتخابات مجالس المحافظات بين مواصلة الصدر الصوم السياسي ورفض البيت الشيعي تأجيلها مشفوعاً بنجاح حكومة السودان. الأعرج يعلن من نيويورك عودة 3000 من عناصر داعش العراقيين من الهون السوري، ومستشفى القسطرة الوحيد في الأنبار يشكو ضغط المرضى. نهاية النشرة، نلتقيكم على خير في أمان الله.